السلام عليكم، اهلا بكم مشاهدينا ومتابعينا في كل مكان. مشاهدي ومتابعي تلجراف مصر، معكم انا الصحفي احمد عبد الباري، صحفي موقع تلجراف مصر والمحرر بقسم الحوادث. احنا موجودين تحديدا في احد المناطق التابعه لمنطقه السلام، التابعه لمحافظه القاهره، بنرصد لحضراتكم تفاصيل جريمه قتل ارتكبتها احدى السيدات لي يعني انهت واجهرت على شقيقتها و احد من ابنائها وتسببت في اختناق لثاني. تفاصيل وروايه الجريمه دي، لانها ما كانتش تمت على يومين، لا ده القتل كان في يوم، والاشعال والنيران اللي تم يعني اشعالها بالجثمان في يوم اخر. كل تلك الملابسات، معانا احد الاشخاص هيعرفنا بنفسه وهيحكي لنا تفاصيل الواقعه، لانه هو موجود بالعقار ومحل الجريمه نفسها. اهلا بحضرتك يا استاذ، عرفنا بنفسك. اهلا وسهلا. عرفنا بنفسك. انا رفيف فوزي محمد. ايه اللي حصل يا عم رفيف؟ اللي حصل ان على طول كانوا في خناقات مع بعضيهم. هما جم امتى سكنوا هنا عندكم في السكن؟ يعني من سنتين كده. تمام. جم قعدوا مع بعض هنا في الشقه. تمام. وبعد كده دايما بنسمع خناقاتهم مع بعض وكده العادي، يعني ما فيش خناقات. خناقات عاديه، صوت عالي. هم عايشين لوحدهم ولا حد معاهم؟ لا عايشين لوحدهم، كل واحده معاها طفلين. تمام. وعايشين مع بعض، هم اخوات هم. تمام. وبعد كده يوم الخميس لقينا صوت عالي وزعيق وكده، وقلنا عادي دي خناقه زي ما بتحصل اي حاجه. بعد كده الساعه بالليل متاخر كده الساعه 2 تقريبا، لقينا اللي قتل دي نازله هي وعيالها يوم الخميس، واخده هدومها وماشيه. فقلنا خلاص الدنيا هديت، الدنيا هديت وهيبطلوا الخناقات اللي مثلاً دايما واحده مشيت واحده قعدت خلاص. ومشيت هي واولادها. تمام. بس ما حدش خد حاجه. والجمعه الخميس بقى كملنا ما فيش حاجه، والجمعه ما فيش حاجه، والسبت ما فيش حاجه بالنهار لحد الساعه 2:30 بالليل كده، 3 الا ربع من يوم وفجر يوم السبت. فجر يوم السبت. تمام. لقينا الدخان، وطبعا دخان ونار ونار وصوت بقى عيل بيعيط، عيل عمال يعيط ويصوت. كسرنا باب، قعدنا نكسر الباب مش قادر يتكسر، فواحد فينا راح كسر المنور ودخل طلع الواد. دخلته من المنور علشان تقدروا تخشوا نجيب بس الواد دلوقتي اللي هو اللي بيصور. بعد كده جبناه وكسرنا الباب ودخلنا لقيناهم مرميين في الصاله. فاحنا افتكرنا لقيته قدامكم في الصاله جثتين. لقيناهم بقى، فاحنا فاكرين ان ده يعني نايمين او كده، ما خدوش بالهم من محطوط عليهم بطانيات الحريقه بتاع. قلنا نطلعهم بره على اساس لو فيها روح، لو فيها لسه عايشين بتاع مش عارف ايه. طلعناهم قدام باب الشقه. تمام. واتصلنا بقى بالاسعاف واتصلنا بالمطافي. الظاهر ليك انت شفت الجثمان قدامك. كنت مع الاشخاص اللي بيطلعوا الجسامين المقتوله، شفت الجثث قدامك كان وضعها مليء، برضه في صيغه تشريحيه ان الجسامين بها عده طعنات. ما احنا بقى ما كناش لسه نشوف الطعنات دي، احنا كنا كاملين دلوقتي نطفي الايه؟ الحريقه. والحريقه وتطلع اللي بيصور. فجي لما الاسعاف جت وجت تشيل الجزمين بتقلب فيهم، لقيت فيهم طعنات، فقال لك ما ينفعش نشيلهم، لازم نبلغ الحكومه الاول. تمام. انت في الوقت ده وانت طبعا كنت امامك الجسامين دي، جسامين مقتوله، جسامين ارواحها انتهت وبطريقه بشعه، ابتديت تحلل ايه وتقول ايه في خواطرك وبالك؟ يعني هو كان صدمه للجميع. صدمه، ما حدش كان يفكر ان ده يحصل ابدا. احنا كل اللي فكرناه ممكن يكون مغمى عليهم مثلا من النار او من الدخان او فاهمني، حاله اختناق. بس لما ابتدينا بقى نشيلهم وكده ابتدت بقى الريحه جامده تطلع، وبعدين حسينا ان هم منفوخين، مش يعني منفوخين. يعني الجريمه ليها عده ايام. مثلا بالظبط. ما هو من الريحه والمنظر بتاع الجثمان، فقلنا ان ده مش يوم ولا اتنين. المهم طلعناهم بره الشقه لحد ما جت الاسعاف، الاسعاف بقى عشان تشيلهم. فلما لقيت ان هي في طعنات كتير في الام، في طعنات في الام. وفي طبعا في الواد. في طعنه في رقبته، طعنه في صدره. في رقبته قطع في الرقبه وطعنه في الصدر. فخلاص بقى قال لك لازم نبلغ الحكومه. جت الحكومه بقى والطب الشرعي وكيل النيابه ناس كتير قوي، وكيل النيابه والحكومه كله 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 كل الجهات المختصه وافراد الامن مشغولين نجوم الى مكان الحادث. جت وطبعا لقينا بقى اللي فعلا فيها عده طعنات، الست اللي توفت دي. تمام. والواد فيه طعنتين. تمام. وابتدوا بقى يتكلموا معانا وايه اللي حصل وايه اللي بتاع مش عارف. بعد ما فرغوا الكاميرات هنا لقينا اختها اللي كانت ماشيه يوم الخميس دي.
نازله قبل اشتعال النار بالظبط، ما فيش 5 دقايق 8 دقايق بتجري يعني في الشارع. كانت موجوده بتجري قبل الاشعال. مشيت الخميس، مشيت الخميس ولقيناها في الكاميرات موجوده السبت وهي بتجري. وغير كده وانتوا بتشوفوا الجثث لقيتوا الابطن منفوخه بعد اخر خناقه قامت بينهم وهي يوم الخميس. فتحليلا لكلام حضرتك ده ان هي قتلتها يوم الخميس بعدة الطعنات، سابتها لحد يوم السبت الفجر اللي كان فيه ده، واللي الدليل ان هي كانت موجوده في مكان محدش شافها. تفريغ كاميرات المراقبه، كاميرات المراقبه لقيناها ماشيه سريعه هي وبنتها، وبنتها عماله تبص وراها وهي تغزغط بنتها وجري وفاهمني. فانت حاسس يعني كمان اولادها شافوا الجريمه، شافوا جريمه امهم. جريمه اللي ارتكبتها الام بحق الخاله. ما هو كانوا معاها. بالتاكيد ان هم شافوا بالظبط. وبعدين اللي حكى لنا كل ده الواد الصغير اللي نيجي ده، لما سالناه وكان بيعيط بقى، وخالتي اللي عملت كده وضربت اخويا بالازازه. طيب في سؤال يمكن بيورد في بالك كتير، ازاي سمعتوا صوت عيل بيصوت وفي نفس الوقت هم ميتين من عده ايام؟ توضيحا لده ان ده الابن اللي فضلت محبوس يومين من وقت الجريمه الاولى. ايوه، لان الست اللي ماتت دي كان معاها ابنين، ابنين توأم، واحد منهم قتلته والتاني حبسته في الاوضه. حصل. وجت تخلص عليه بيوم تاني. ايوه، يعني ارتكبت جريمتها على قد يومين. يومين تمام. طيب الاهالي هنا كانوا متوقعين جريمه زي كده؟ يعني كانوا متوقعين واقعه بتلك البشاعه بتلك الجهوديه، اخت بتقتل اختها ولا اي حاجه من دي كان يخطر في بال اي حد؟ يعني انا وبكلم حضرتك اول ما جيت اسلم عن حضرتك اتعرف عليك واسالك عن ملابسات الواقعه، حضرتك قلت لي انا مش متوقع، ما جديد عليا جرايم دي واول مره اعرف كده. انا كنت دايما اسمع عن ده ولكن عمري ما شفته. حصل. اول ما شفته مردود ده داخلك كان عامل ازاي؟ صدمه بكل المقاييس، وبالذات من ست اللي ارتكبت الواقعه بتلك البشاعه. الاخت ما لما عرفنا بقى الملابسات والاخت، الواد اتكلم، الواد الصغير لما اتكلم وقال خالته وبتاع، كلنا اتصدمنا. كلنا ازاي خاله تعمل كاميرات المراقبه والطفل الصغير اللي فضل عايش هم اللي كشفوا ملابسات الجريمه. تمام. اول حاجه الواد اللي عايش، لانه هو كان موجود بكل تفاصيل الحادث ده، كان موجود. وبيقول لما دخلت عليا لقيتني قاعد، يعني هو فضل قاعد يومين جنب امه وهي ميته. جنب امه يومين وهي ميته. هي دخلت عليه بيقول لقيتني قاعد. قالت لي خش هات الشاحن الاحمر من جوه. ولما دخل يجيب كانت جايه في ايديها ازازه بنزين. ده الواد اللي بيحكي. ازازه ايه؟ بنزين. بنزين. دلقت ولما دخلت الاوضه دلقت البنزين بسرعه وراحت مولعه وقفل عليه تاني بالباب ومشيت. خرج ما لقاش. احنا اول ملابساتنا القضيه ان احنا ايه؟ كل اللي كنا متخيله ان دي حريقه. احنا حريقه. شفنا دخان وشفنا حاجات بتولع وشفنا. فقلنا حريقه مش اكتر من كده. فلما دخلنا بقى وسمعنا صوت بقى لما الحريقه قامت بتاع ان صوت عيل بيزعق وبيتنجد بينا، فدخلنا من المنور لقيناه قاعد في المطبخ وطلعناه طبعا. وبعد كده كسرنا الباب ودخلنا نشوف الواقعة عشان نطفي النار او نشوف اللي حصل. لقينا 2 في الارض مرميين، فقلنا نايمين او كده. فبكل بساطه دخلت طلعناهم بره على اساس نفوقهم او اي حاجه ونطفي النار دي بدل ما تاكلهم. الشيء الغريب ان انت لما شفت الست وهي مقتوله، معظمها مثلا النار فيه ما عدا مكان الطعنات. مفهوش نار. عشان كده ممكن يكون ده سبب بسريق. سبحان الله. يعني هي لو كانت النار كانت كل حاجه في جسمها الا مكان الطعنات. مكان الطعنات باين مش متاكل. باين. مفهوش اثار حتى حروق. مفهوش اثار حروق من قريب ولا من بعيد. ولا اي حاجه. الجريمه دي بمرتواتها يعني لو هننصح حد، اخت او اخت تانيه، اخت ليها اخت بيصيرهم مشاكل، بتحصل بينهم مشاكل، طبعا احنا بننصحهم بعدم ارتكاب مثل تلك المشاكل، بعدم ارتكاب مثل تلك الجرائم. والابتعاد عنها ابتعاد مطلق، لان يعني وجود الجرائم دي احنا بننشرها لحضراتكم وبننقلها لكم للعظة والتوعية ان عدم ارتكاب مثل تلك الجرائم مثل تلك الافعال. بنقول لكم ايه اللي حصل في حدث لحظي يمكن اثار ذعر واستثار العديد من الاهالي والسكان هنا في المنطقه. طبعا. اولهم حضرتك انت طبعا. متفاجئ ومذهول جدا. مذهول من اللي حصل. من الواقع اللي حصل. طبعا. بعدين احنا بننصحهم اننا مفيش حاجه تستاهل. مفيش حاجه تستاهل. ايه هنتخانق مش هنعرف نعيش مع بعض؟ ممكن كل واحد يشوف شقه. كل واحد يشوف شقه. والدنيا تمشي برضه. القتل والجريمه مش حل. ده اخ مهما حصل انتوا في الاول وفي الاخر اخوات لبعض.
اخوات لبعض صحيح. ما هي مهما حصل مع اخويا لو حصل في حاجه ولا حد جه انا هجري اول واحد عليه. انا شد عضدك تبقى اخيك بس. ففي فيش حاجه في الدنيا مستاهله صحيح ان انت تقتل اخوك او بتاع. ايه شويه حتى لو ورث يا اخي حتى لو اي حاجه ما كله رايح مش مستاهل انت فاهمني. خدت ورث خدت حاجه وبعدين صحيح ولا حاجه كله بيروح كله بيروح. اتفضل ايه السيره الطيبه واذا كان اخ ليك ولا بتاع كويس خلاص صحيح ما فيش حاجه تاني. احنا بنشكر حضرتك جدا وبنشكر سيادتك على المعلومات القيمه اللي عطتها لنا وعطيتها لموقع تليجراف مصر والمشاهدين والمتابعين لموقع تليجراف مصر. بنشكرك جدا على مداخلتك معانا مشاهدينا ومتابعينا. احنا دي كانت التفاصيل والكواليس التانيه من الجريمه اللي تم ارتكابها في احدى المناطق في محافظه القاهره. هنوفيكم بمزيد من التفاصيل حين وجود مستجدات ومستحدثات في الواقع. شكرا جدا لحضراتكم مشاهدينا ومتابعينا. كنت معكم احمد عبد الباري المحرر بقسم الحوادث بموقع تليجراف مصر. دمتم في رعايه الله.